الإرهابية شارك فيها من وصفهم بأنهم منشقون عن الجيش والشرطة. أما في النصف الثاني من حلقة اليوم فنناقش أصداء قرار مجلس الوزراء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. تابعوا. من الوارد ان الضباط اللي المفروض انهم مصدر الامان لكل مواطن يتحول ارهابي، ولا دي مجرد حالات فرديه نادره زي ما وارد ان اي فئه يكون فيها منحرفين؟ هل عندنا سياسات واضحه لمكافحه الحالات دي بمهنيه وشفافيه؟ وايه الاسباب اللي تخلي ضابط ينضم لتنظيم بيقتل زمايله؟ كل دي اسئله بيطرحها اصدار جديد نشره تنظيم ولايه سيناء، هنناقشها بعد التقرير التالي. إصدار جديد وأسئلة جديدة. تنظيم ولاية سيناء أصدر تسجيلا مصورا عن هوية ما ادعى أنهم أعضاؤه من أفراد الجيش والشرطة المنشقين كوسيلة دعائية لأفراد قوات الأمن. الفيلم الذي ضم لقاءات مع ضابطي الشرطة ممن شملتهم تحقيقات النيابة العسكرية في يناير الماضي وعرفوا إعلاميا تحت اسم خلية اغتيال السيسي، وضمت 10 ضباط شرطة ضمن نحو 300 متهم. الإصدار الذي تجاوزت مدته 40 دقيقة يظهر به ضابط قوات الأمن المركزي السابق حنفي جمال الذي قدم كأحد منفذي عملية كرم القواديس ضد الجيش المصري عام 2014. وكذلك ظهر وهو يحقق مع مدني من البدو زعم التنظيم أنه متعاون مع الموساد الإسرائيلي. ثم يظهر أيضا الملازم أول محمد جمال عبد الحميد مع ذكر دوره في التخطيط والهجوم على الأكمنة، وكذلك الملازم أول خيرت سامي الذي زعم التسجيل أنه نجل عميد شرطة لا يزال في الخدمة، كما شمل التسجيل أيضا ضابط احتياط خدم بقوات الدفاع الجوي. ومن اللافت أن جميع الضباط الذين ظهروا في التسجيل قد قتلوا بالفعل في عمليات لقوات الأمن المصرية، كما لم يشمل الإصدار أي عمليات كبرى جديدة، واكتفى بنشر صور لعملية تفجير مصنع أسمنت وكذلك نصب أكمنة على طريق العريش الدولي. كما اعترف التسجيل للمرة الأولى بمقتل قائد التنظيم في سيناء المعروف باسم أبو أسامة المصري. وعلى جانب آخر ظهر أيضا بصحبة الضباط الشاب عمر الديب الذي أثار جدلا واسعا بعدما ظهر في إصدار آخر بعد إعلان مصادر محسوبة على جماعة الإخوان اختفاؤه قسريا ثم تصفيته، وهو ما استخدمته وسائل إعلام مصرية للتشكيك بالقضية برمتها. ويأتي هذا الإصدار بعد وقت قصير من القبض على هشام عشماوي ضابط الصاعق المصري المفصول في مدينة درنا الليبية، وكذلك بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الشاملة في سيناء. ينضم إلينا من القاهرة عبر خدمة سكايب ماهر فرغلي الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، وينضم إلينا من بيروت الصحفي أحمد عبدين. أهلا بكم معايا. أبدأ مع حضرتك أستاذ ماهر، ويعني إصدار جديد لتنظيم ولاية سيناء مدته تتخطى 40 دقيقة فيه العديد من المشاهد المؤلمة، يعني أقل ما يمكن أن يقال عنها أن هي بالتأكيد مؤلمة. طيب لحين التواصل مرة أخرى مع أستاذ ماهر فرغلي نسأل أستاذ أحمد، ويعني أحمد من وجهة نظرك الإعلامية إيه الغرض من نشر حاجة زي كده؟ مساء الخير يا أستاذة. الحقيقة أن التنظيم بيعيش واحدة من أسوأ فتراته ضعفا بعد العملية مع عملية سيناء وبعد تطور الأحداث في سوريا وفي ليبيا، فالآلة الدعائية بالنسبة له هي واحدة من أهم الوسائل لاستقطاب سواء أفراد جدد أو تجنيد ذئاب منفردة أو غيره، فهو بالنسبة له ده طوق النجاة أو ده السلاح الأكثر أهمية بالنسبة له. ولكن الإصدار فيه كثير من الكلام، يعني هو بقى لهم شهور طويلة ما فيش إصدارات جديدة، الإصدار مدته طويلة جدا وأغلبه عمليات قديمة، فده بيدل على شيء، بيدل على أن التنظيم بيعيش مرحلة ضعف، بيحاول إلى حد ما يجذب أعضاء جدد، بيحاول يوجه خطابه
لفئات معينة زي فئات الضباط الجيش والشرطة، يعني لما لهذه العناصر من قوة وأهداف استراتيجية وتكتيكية. فكل ده الإصدار بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعني يعزز قوته على قد ما يقدر في الحالة الصعبة اللي هو بيعيشها حاليا. طب بس يا احمد، يعني هل انت شايف ان الخطاب الاعلامي ده ممكن يكون مجدي؟ يعني حتى معظم الشخصيات اللي استعانوا بيهم في الفيديو وكانوا بيوجهوا الحديث بتاعهم وبيقولوا احنا ضباط سابقين او احنا كنا ملتحقين بالقوات المسلحه والقوات الجويه والى اخره، كلهم تقريبا ماتوا خلاص انتهوا، فهل الخطاب ده مجدي؟ خلينا نتفق على ان الآلة الدعائية لتنظيم الدولة الإسلامية هو أقوى سلاح بيستخدموه، واللي بيقدروا من خلاله ان هم مش بس يجندوا أعضاء جدد أو يستميلوا كتير من التيارات، ولكن كمان في تجنيد الذئاب المنفردة اللي بتقدر تعمل عمليات بلا تخطيط تنظيمي وبلا انتماء تنظيمي، يعني بشكل منفرد وبمبادرات فردية. فكون ان هو يطلع اصدار خاصه لضباط الجيش والشرطه المنشقين، هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يستميل افراد جدد من داخل المؤسسه العسكريه او المؤسسه الشرطيه. ما اعتقدش ان ده هيكون ليه اثر كبير على نفوس الضباط او الجنود او الافراد، خاصه زي ما حضرتك بتقولي ان كلهم قتلوا في عمليات للجيش والشرطه. كمان لان حاله الضعف اللي بيعيشها التنظيم لها عامل كبير جدا اعلاميا. طول الوقت كان التنظيم وحتى في هذا الاصدار بيحاول يصور نفسه على انه تنظيم قوي، تنظيم قادر يبقى ويتمدد. اكبر فتره تم تجنيد فيها اعضاء او ذئاب منفرده كانت الفتره اللي بيصدر نفسه على انه تم بالفعل اقامه دولته المتخيله في العراق والشام، ودايما بيصدر فكره ان هو تنظيم قوي وكبير وليه اكتر من فرع وليه اكتر من تمركز. ده الخطاب اللي دايما بيصدره علشان خاطر يستميل عقول اعضاء جدد، فكره الانحياز للطرف القوي، فكره الانحياز لحد هيقدر ينفذ خطط متخيله عند ناس كتير زي فكره الدوله الاسلاميه او دوله الاسلام او الحدود او غيرها. تصدير فكره القوه دي في حد ذاته هو لاستماله العقول، ولكن الاصدار لما يتضمنه من نقط ضعف كبيرة زي مقتل كل اللي فيه، دي نقط ضعف كبيرة مش هتأثر قوي، او انا اعتقد انها مش هتأثر نهائيا لا في صفوف الجيش ولا الشرطة ولا في تجنيد اعضاء جدد على ما طب اعتقد. نروح لاستاذ ماهر فرغلي، واهلا بحضرتك وبعودتك معانا يا فندم. وزي ما انا لسه بتناقش مع احمد عبدين بنقول ان الاصدار مدته تجاوزت 40 دقيقه، كان فيه العديد من المشاهد المؤلمه، هجمات قديمه تعود مثلا ل 2014 و2016، واشخاص استعان بيهم هم بالفعل انتهوا ماتوا وقتلوا وتم تصفيتهم في مواجهات مع الجيش. ايه دلالات يا فندم كل المشاهد اللي احنا شفناها في ال 42 دقيقه دول؟ بداية مساء الخير وعلى ضيفك الكريم أيضا وعلى السادة المشاهدين. أنا عاوز أوضح وأشير إلى نقطة هامة جدا، وهي أن الإعلان عن هذا الفيديو كان تم من حوالي 6 شهور في أحد إصدارات تنظيم بيت المقدس أو ولاية سيناء، وظهر حنفي جمال ضابط العمليات السابقة العمليات الخاصة السابق في الإصدار، ونبه على أنه سوف يظهر هو ومجموعة من الضباط، وهدد في نهاية الفيديو، ويبدو أن هو نفس الإصدار الذي صدر كان مجهز منذ عدة شهور، وكان سوف يظهر الضباط ويهددون من خلال الإصدار ويوضحوا كيف انتموا إلى التنظيم عقب مقتل كل هؤلاء الضباط في إحدى العمليات بطيارة دون طيار، وفقد التنظيم لكل قياداته ومنها محمد الصعيدي ومنها أبو أسامة المصري الذي ظهر أيضا في الفيديو الأخير، أبو أسامة المصري رئيس التنظيم، ثم باقي ضباط العمليات الخاصة. كان واضح أن التنظيم أعاد مونتير للفيلم أو مونتاج للفيديو، وبدأ كلما ذكر أحد الضباط قال تقبله الله وبدأ يهدف في فالإصدار نفسه أو التصوير فيه أغلبه قديم، يعني 90% من هذا الإصدار كله قديم وشخصيات قديمة
وعمليات قديمة للتنظيم كما ذكرت وتفضلت حضرتك. طبعا الهدف من هذا كله هو إثبات الوجود، محاولة إثبات الوجود. أنا موجود، أنا ما زلت على قيد الحياة، أنا هنا يعني لدي ما زال خلية إعلامية نشطة، ما زال لدي بعض العناصر، إضافة إلى رسالة إلى العناصر في الداخل الكامنة، ورسالة إلى المجندين الجدد أو المستقطبين أو المستهدفين للتجنيد، أن التنظيم لا زال يحمل بعض عناصر القوة. لكن هذا لا يؤدي أو غير مفهوم منه مطلقا أن التنظيم لا زال يحمل أوراق أو أوراق قوة أو علامات قوة أخرى. طيب أحمد، يعني من فترة كان بعض الإعلاميين بيحاولوا دائما ما يلصقوا تهمة الإرهاب ببعض الفئات، زي ما كانوا مثلا بيحاولوا يلصقوها ببدو سيناء. دلوقتي بنسمع أصوات بتقول لا، أديكم شفتوا أهو الفيديو واتفرجتوا، كلهم رجال شرطة وكلهم رجال قوات مسلحة، يبقى هم دول اللي بيطلع منهم أخطر إرهابيين. إيه رأيك في الجدل ده كله؟ والتعميم خطيئة يعني في هذه النقطة بالضبط. الإرهاب بيستميل عقول ضعيفة فكريا أو ضحلة، بيستميل عقول عندها مخيلة سياسية معينة، سواء من الداخل أو الخارج، من أي فئة من فئات المجتمع، سواء جيش أو شرطة أو مواطنين، سواء من بدو سيناء، سواء من الصعيد، سواء من الدلتا. عندنا حالات كتير جدا في التاريخ، أطباء، مهندسين، في كتير جدا، في تنوع كبير جدا، بيمتاز أغلبهم ببعض الأفكار أو التصورات حول نظام الحكم. فصراحة التعميم في إن كل الأفراد جيش أو شرطة، لا طبعا، يعني هو كل اللي عدهم في الإصدار وفي كل الإصدارات وكل الإشاعات اللي طلعت لا يتعدوا العشرات يعني، ولا يكملوا حتى العشرات، في حين ان اغلبهم مدنيين. بدو سيناء ما بنشوفش كتير منهم. فبنيان التنظيم هو بنيان متنوع جدا جدا، ولكن هي الازمه كلها في كيف نحارب هذا الفكر وهذا التنظيم. احنا لو اخذنا بالنا ان عدد كبير من الضباط المنشقين اللي التحقوا بالنظام منهم خريج دفعه 2012 في كليه الشرطه، يعني ما زالوا صغار في السن جدا، في العشرينات من عمرهم، تاهيلهم الثقافي والفكري ضعيف جدا. فهي دي النوعيه اللي دايما طول الوقت بيستملها التنظيم. فاعتقد ان ده يجب مواجهته ويجب البحث اكثر في جذوره لمعرفه ازاي نقدر نحارب جذور هذه التنظيمات. ولكن التعميم طبعا كان النظام بيحاول يستعدي بدو سيناء لأهداف سياسية وتحشيد الرأي العام ضدهم، بأن كل الإرهابيين دول من بدو سيناء، وقبل كده كان بدو سيناء كلهم متعاونين مع إسرائيل وغيره وغيره وغيره، في حين أن النهاردة بيتم استخدام نفس الخطاب بشكل مختلف، بأن الإرهابيين من الجيش والإرهابيين من الشرطة، امتدادا للخطاب كنا بنسمعه بوقت كتير بأن العمليات الإرهابية كلها عمليات مخابراتية وبتعملها جيش المخابرات لتدعيم النظام. دي كلها عبارة عن أخطاء وخطايا أكتر منها أخطاء بالتعميم وبالاتهام. طيب المبهم أستاذ بلا ماهر، أي سندات. يعني تاريخيا يا فندم مصر حصل فيها حالات قديمة لانشقاق ضباط الجيش أو الشرطة، ويمكن أشهرها كانت قصة عبود الزمر اللي هو نفسه كان ضابط مخابرات. هل عندنا دراسات بتفهمنا أو بتوضح لينا إيه الأسباب، إيه الأسباب السياسية، الأسباب الشخصية، الأسباب الفكرية اللي ممكن تعدي لحاجة زي كده؟ التي تدعو ضباط إلى الالتحاق بهذه التنظيمات هي ذات نفس الأسباب التي تدعو أشخاص آخرين إلى قبول هذه التنظيمات أو الالتحاق بهذه التنظيمات. يعني لأن الضباط أيضا هم قطاع من البشر، يعني جيش أو شرطة هم قطاع من البشر، ويجري عليه نفس الأمراض النفسية، تجري عليه نفس الظروف والمؤثرات الاقتصادية والسياسية. من ثم هناك ليس سبب واحد للالتحاق بهذه التنظيمات، قد تكون هناك يعني قسمان، قسم فكري يعني أو أشخاص يلتحقون بهذه التنظيمات لأسباب تتعلق بأفكار، وأشخاص يلتحقون بهذه التنظيمات لأسباب تتعلق باقتصاد أو بخلافات سياسية أو بأمور اجتماعية أو نفسية. نفس هذه الأمور يعني على الجيش أو على الشرطة، لكن في النهاية الضغوط أو التحقيقات أو المراقبة اللصيقة جدا داخل الجيش والشرطة تمنع
من التحاق أعداد كبيرة من المجندين في صفوف هذه التنظيمات، ومن ثم نجد أعداد تعد على صبع اليد الواحدة، هي في الغالب تكون مؤشرة، يعني دائما تكون مؤشرة. عبود الزمر مثلا كان شخص مؤشر في هذه التنظيمات، عصام القمري، نبيل المغربي، هذا في القديم في السبعينات، جيل السبعينات والثمانينات. سنجد فيما بعد ضباط آخرين، هشام عشماوي وغيرهم من الضباط الآخرين. يعني هي أعداد تعد على صابع اليد الواحدة، تجري عليها نفس المؤشرات، تجري عليها نفس الأسباب، وهي ظاهرة ما يسمونها ظاهرة السلطة وظاهرة الثروة. ظاهرة السلطة كل الأمور السياسية والأمور الاقتصادية، وظاهرة الثروة هي الفقر والجوع وعدم العدالة والاقتصاد والمشكلات الأخرى. كل هذه الأسباب في النهاية تؤدي إلى الالتحاق بمثل هذه التنظيمات. طب ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف العميد حسين حمودة، خبير إدارة الأزمات الأمنية ومكافحة الإرهاب الدولي. أهلا بيك معايا سيادة العميد. ويعني السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي وبيطرح نفسه عند كل مواطن، إيه الإجراءات الأمنية اللي ممكن نتبعها بحيث إن احنا نضمن إن التنظيمات دي لا تستطيع تجنيد حد من أفراد الأمن؟ وبرضو لو هي بالفعل جندت حد، ايه الاجراءات المفروض الامنيه اللي المفروض يتبعها بحيث ان هم يكتشفوا ده مبكرا قبل ما تحصل يعني عمليه اخرى، قبل ما تحصل مأساة جديده؟ نعم. أهلا بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، صدق الله العظيم. الضابط هشام عشماوي كان مكلفا بالقضاء على تنظيم ما يسمى ولاية سيناء بشبه جزيرة سيناء، فإذا به يكون ليس بالطبيعية أنه انضم إلى هذا التنظيم لأنه لم يبايع هذا التنظيم، بل أصر على أن يكون في تنظيم القاعدة، ولكنه انضم إلى تنظيم إرهابي وكون تنظيم إرهابي جديد. لكن أنا عشان أقول لك الإجابة على سؤالتك أرجوك ساعة صدرك اللي أنت عاطيني عليها أستاذة سلمى، أنا مش هكرر اللي قاله زملائي، هقول شيء مهم جدا في الدوافع اللي أنت حضرتك كنت بتسألي عنها، وهدللك على أنها ظاهرة دولية ليست في مصر بس. أولا هقول لك الدافع وهدللك بالحالة سواء في مصر أو خارجها. اتفضل. وده هيكون فيه فائدة علمية بحكم تخصصي. الدوافع، أول حاجة الظلم سواء كان حقيقيا أو متوهما. طيب عندنا في مصر حاجة كده؟ عندنا أحمد طارق عبد العليم ملازم أول، هو الذي قتل الشيخ الشهيد الذهبي، تنظيم ما يسمى او ما يطلق عليه اعلاميا التكفير والهجره، هو اسمه كان جماعه المسلمين طبعا مسماهم، هو الذي قتله. ليه؟ الدافع هنا كان هقول لك كل عمليه والدافع ايه سواء في مصر او الخارج. كان الدافع هنا انه كان له صديق في جماعه طه السماوي لا تربطه صله تنظيميه به، فاذا به يعني اجهزه الامن السياسي بتقول ان ده له علاقه بهذا الشخص. أحمد طارق عبد العليم كان بتاع نساء وخمر وليس له علاقة بالدين على الكل بالكلية، ولكنه لمجرد صداقته بهذا الشخص، وهذا الكلام قاله اللواء فؤاد علام أستاذنا وأستاذ الأمن السياسي في القرن المنصرم. يعني كلام علمي، احنا هنا ما بنتكلمش يعني أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالراجل الضابط ده عندما ظلم تم نقله لمديرية أمن بني سويف، شعر بحالة نفسية ثم طرد من الخدمة، فإذا به ينضم ويتلقفه. هنا بقى دور التنظيمات الإرهابية في تلقف هذه الحالات. وقد يكون الضابط ظلمه متوهم يعني ليس لحقيقة، ومحدثك ممن ظلموا، ولكنني ليس أنني ظلمت أنني أنضم إلى تنظيم إرهابي للانتقام، لا، أنا أقوم بإجلاء الحقيقة كما أقوم وألقى ما ألقاه، ولكنني لا أنضم إلى تنظيم إرهابي، لأن ده بيرجع إلى بنية نفسية وتكوين شخصي للفرد، مش اي شخص يقع تحت الظلم ينضم الى تنظيم ارهابي انتقاما من دولته. نخش في الحالات الاخرى العرقيه، عندنا حاجي بطل ده رئيس جهاز الاستخبارات الجويه بجيش صدام، عندما تفكك العراق وعنده مشكله ان الشيعه تمكنوا من الدوله، فهو الذي صنع ابو بكر البغدادي وتنظيم مسار الدوله في العراق والشمال الذي تطور الى ما يسمى بتنظيم الدوله، هو هذا الرجل اللي عنده الاليات العسكريه اللي عنده كل المعلومات انتقاما مما حدث، وهنا البعد العرقي كان واضحا. تفكيك الجيوش العربيه في العراق وسوريا وليبيا، ده كان سببا رئيسيا في ان انضم امريكان وفرنسيين من دولهم ضباط سابقين ايضا، وانخرطوا في تنظيم ما يسمى بالدوله. طيب مسرح عمليات الناس دول ايه اللي بينشقوا؟ العراق، سوريا، ليبيا، سيناء، هو ده المسرح الرئيسي، ثم امتد الى اوروبا والولايات المتحده الامريكيه
في الحوادث الشهيره اللي حصلت في باريس وبلجيكا وغيرها. في حاجه مهمه جدا، الخوف من بطش الاجهزه السياديه الامنيه ده في الخارج بالذات، ودي حالتين شهيرتين. في فيلم مشهور قوي يا فندم اللي هو بورن ايدنتيتي، ثلاثيه في المية شهيره، كان البطل اسمه جيسون بورن. هذا الرجل كان بيعمل للسي اي اي كعميل في عمليات تصفيه لعملاء ضد الدوله في برنامج سري دفاعي امريكي. وعندما اكتشف هذا الرجل تم تصفيته خلال الفيلم بقى اللي حصل فيه. فهذا الرجل حدث معاه هذا بدافع الخوف، ابتدى بقى هو يتوجع الى قتال الذين يقاتلون. حاجه شهيره جدا، تيموثي ماكفي هذا الرجل الذي فجر مبنى الفدرالي اوكلاهوما في الولايات المتحده الامريكيه، عندما استشعر ان زملائه في عمليات اخرى، كان برضه فرد في عمليات مشابهه للفيلم، والفيلم قد يكون ماخوذا من الحاله الحقيقيه، فالراجل ماكفي لما شعر ان زملائه بيصفوا من الدوله فخاف ان الدور يبقى عليه، ولذا استهدف مبنى فدرالي عشان يوصل رساله للاداره الامريكيه ان انتوا استعملتونا، ثم بعد كده بقينا ديسبوزبل وعايزين تتخلصوا مننا. ماشي سياده العميد، واخر حاجه السؤال الاهم، الاجهزه الامنيه تتفادى ان ده يحصل ازاي؟ ايه الاجراءات اللي المفروض الاجهزه الامنيه تعملها عشان ده ما يحصلش؟ ما انا بقول لحضرتك، اولا الحرص على البنيه النفسيه والتكوين النفسي لفرد الامن، لان زي ما قلت لحضرتك ليس كل من يشعر بالظلم ينضم الى تنظيم ارهاب ويقتل ابرياء، ده هو ظلم ايضا. فالبنيه النفسيه هنا مهمه جدا. يعني عدد كبير من الضباط لم ياخذوا حظهم او ظلموا لكن لم ينخرطوا الى تنظيمات ارهابيه، فده البعد المهم جدا، التحليل النفسي. ودائما وهو قبل ما يخش ولما يخش وخلال سنوات الكليه ولما يتخرج في الخدمه، لا سيما الذين يعملون في مجال مكافحة الإرهاب. ليه؟ لأن هو بيتعامل مع الإرهابيين وبيضطر في بعض الأحيان إلى التعذيب، فيبقى لازم نفسيا يتم تحليل نفسيته حتى يتحول إلى ساديا وقاتلا أو يتحول إلى متعاطفا مع الإرهابيين، ويشعر هنا بما يسمى أعراض ستوكهولم اللي هو التوحد بين الضحية والجلاد، إن يشعر زي ما حصل في الفيلم في الظاهرة الشهيرة إن مختطف في بنك اتجوزوا اللي اختطفوهم من عمال البنك وتعاطفوا معاهم عمال البنك بعد ذلك وتزوجوا منهم. ودي ظاهره في الامن موجوده جدا اسمها ظاهره او اعراض ستوكهولم سيندروم، حضرتك خش على النت هتلاقيها. فانا ليه بقول لك الدوافع والحالات في مصر وغيرها؟ عشان كل الاجهزه الامنيه تعرف ان الظلم سواء حقيقه او سواء خطر، ان العرقيه والعنصريه، ان الخوف من بطش الاجهزه الامنيه، واحد عمل وعنده اسرار فيخاف بعد ما يخرج من الخدمه انه يتقتل. فده هو يؤدي الى يتحول الى قاتل. قلت لك في حاجه حقيقيه اللي هو تيموثي ماكفي، وحاجه اتعملت فيلم عن نفس الحقيقه اللي هو جيسون بورن بتاع بورن ايدنتيتي. الشريط بقى هنا بتاع داعش هو حرب دعائيه مضاده كاونتر بروباجندا، واضح ان التنظيم قضى معظم قياداته فهو بيحاول ان هو حرصا على الحاله المعنويه للافراد المتبقين، اثنين استقطاب عناصر اخرى جديده والترويج لنفسه ان انا عندي ضباط امن جيش وشرطه بينضموا الي، يعني انا راجل على الحق، يعني دول ضباط ودخلوا القيادات العسكريه فكيف ينضمون الي وانا راجل منحرف او، فبيحاول يعمل تبرير جاستيفيكيشن لما يقوم به ولاعماله ولاستقطاب عناصر اخرى جديده. هنا بقى الاجهزه الامنيه دورها ايه بقى غير الموضوع النفسي اللي قلت لحضرتك عليه؟ يجب ان تكون في اعلام امني عسكري، الاعلام الامني العسكري والامني يعني الداخليه والمصلحه تحرص على تفنيد هذه الادعاءات والقول بان هي كلمه واحده لا تمثل ظاهره بالمعنى الاصطلاحي. فاعداد المنشقين من الاجهزه الامنيه لا تجاوز العشرات في العالم كله من جمله ملايين الخريجين من الكليات العسكريه والامنيه، يعني لو قلت في مصر في الجيش والشرطه كلهم عشرات لكن في ملايين اتخرجوا يبقى لا تشكل ظاهره، ولكن لا يعني هذا التقليل من تاثيراتها السلبيه على الامن القومي، يجب التعامل معها بحزم وحذر وبخطه علميه يستخدم فيها علماء النفس والاجتماع اهم من الضباط العاملين هنا، لان القضيه زي ما قلت لك نفسيه، قضيه المظالم سواء متوهمه او حقيقيه، قضيه الاعلام هنا بيقوم بدور مضاد عشان يفند اللي بيقولوا الدواعش وما يخليش الضباط او افراد الشرطه المظلومين يعتبروا نفسهم ان هم من الكوادر المستقبليه للتنظيمات الارهابيه. لا، يجب هنا البعد النفسي مهم والاعلامي والدعائي اهم منه البعد الاجرائي داخل الاجهزه الامنيه. اشكرك، شكرا ليك سياده العميد حسين حموده خبير اداره الازمات الامنيه ومكافحه الارهاب الدولي، شرفتنا سياده العميد. وعوده مره اخرى استاذ ماهر، والبعض الحقيقه بيتساءل ازاي الاجهزه الامنيه اللي يعني صعب الالتحاق بيها وفي رقابه عاليه جدا جدا لاي حد بيتقدم ليها، بنشوف فيها حالات زي كده، وخاصه ان في التحقيقات في القضيه اللي موجوده دلوقتي
ومحاولة اغتيال الرئيس السيسي، أحد المتهمين فيها كان من الأمن الدولي، من الأمن الوطني يا فندم. فالبعض بيتساءل إزاي الأمن الوطني والجهات دي اللي بتتنقوا على الفرازة في الآخر يحصل فيها كده؟ تحولات لأي شخص بتحدث دائما. احنا عارفين ان مجموعة هؤلاء الضباط اللي هم انضموا لتنظيم بيت المقدس هم كان جزء منهم مع الضباط الملتحين اللي كانوا اعتصموا في الميادين في بان ثورة 25 يناير وطلبوا بإطلاق اللحى داخل الشرطة، وجزء منهم آخر تحول في عام 2012، ومنهم هؤلاء الضباط الذين ظهروا في فيديو تنظيم رئيس سيناء أمس. والتحولات جاءت سريعة وكانت العملية فيها سيولة شديدة جدا بعد عام 2011. هذه السيولة أدت إلى انتشار أفكار كثيرة جدا، ظهور جماعات كانت كامنة في ذات الوقت. كان في هذا التوقيت في العالم العربي بيجري توليد جماعات سلفية جديدة، يعني هذه الجماعات كان لها اتصالات إقليمية ببعض الدول وتمول من هيئات ومن أفراد. هذا التوليد أدى إلى انتشار مجموعات سمعنا عنها لأول مرة، أنصار الشريعة، طلاب الشريعة، أنصار الدين، وكل هذه التنظيمات التي أصبحت تنظيمات إقليمية في المنطقة العربية فيما بعد. ولحق مصر ما لحقها من هذه التنظيمات. فجأة انبثقت هذه التنظيمات ففوجئنا بها، وانضوى بعض من أفراد الشرطة وأفراد الجيش تحت هذه التنظيمات. نحن في كل أوراق التحقيقات مع هذه التنظيمات وجدنا أن أغلب المنضوين مع هذه التنظيمات من هؤلاء الضباط انضوا في ميدان التحرير، يعني في الخيام التي نصبت وتلقوا، كانوا يتلقون فيها القيادات البيعات مثل أحمد عشوش وغيرهم من القيادات الآخرين. حنف جمال ومحمد جمال وغيرهم كانوا من هؤلاء. أحدهم خطط فعلا لمحاولة اغتيال الرئيس السيسي، أحدهم قتل زملائه في قسم شرطة حلوان. في النهاية هي عملية تحكمها ظروف كثيرة جدا، ظروف سياسية، ظروف محيطة بالشخص نفسه، ظروف نفسية أيضا للشخص ذاته، ظروف اقتصادية وغيرها من الظروف الأخرى. لكن لا نستطيع أن نضع سببا واحدا لانتماء عضو محدد ومعين سواء من ضباط أو من أي أفراد آخرين لهذه التنظيمات. لكن في النهاية هناك سبب مهم جدا كان جرى في الثلاث سنوات الأخيرة، وهي ظهور كوامن أو ظهور أعضاء كامنة أو ظهور جماعات العنف العشوائي، جماعات العنف العشوائي التي تسبب فيها الإعلام، تسبب فيها رد فعل سياسية محددة، تسبب فيها محاولة إسقاط الشرعية عن النظام القائم والسلطة القائمة. كل هذا أدى إلى انضواء عناصر تابعة لهذه التنظيمات تقوم بأفعال عنف عشوائية، سواء ذهاب منفردة أو سواء تنضم أو تبحث عن جماعات مثل التنظيم الموجود في شمال سيناء. هؤلاء الضباط بحثوا عن هذا التنظيم ووصلوا إليه وعادوا في سيناء وفروا من حلوان أو من القاهرة إلى شمال سيناء، ثم أصبح لهم دور موثق في التنظيم حتى سقطوا قتلى بفعل قصف جوي. احنا بنشكرك استاذ ماهر فرغلي الباحث المتخصص في شؤون الحركات الاسلاميه، شرفتني استاذ ماهر. وعوده مره اخرى احمد، ويعني في عجاله الاصدار ظهر فيه مره اخرى عمر الديب وفتح النقاش مره اخرى على مواقع التواصل الاجتماعي عن الاختفاء القسري، وقالوا الناس اديكم شفتم عمر الديب كان موجود مع الارهابيين في سيناء، وعاد فتح مره اخرى ملف زبيدة وقالوا ان هي ما كانتش مختفيه والى اخره، والعديد من الناس بيستدل بده على ان ما فيش اختفاء قسري في مصر. ايه رأيك؟ رأيي ان ده طبعا خطاب سيء، ان استغلال بعض الحالات لتعميمه على كل شيء، ولكن خلينا نشير الى خطأ وخطيئة بعض اهالي هؤلاء الافراد اللي طول الوقت بيحاولوا يستغلوا اعلاميا او بيكفوا الحقيقه اللي قد يكون يعرفوها عن انضمام ابنائهم لتنظيمات ارهابيه او تنظيمات مسلحه، وبيدعوا ان هم تم اختطافهم من قبل الامن وتم اختفائهم قسريا. طبعا دول بعض الحالات، ولكن هؤلاء الاهالي لا يدركون جيدا ما كرم هذه الخطيئه التي تتعمم على المظلومين من المختفين قسريا والذين بيتم اخفائهم فعليا.
النظام بيحاول طول الوقت، او الاعلام التابع او المؤيد للنظام بيحاول طول الوقت استخدام بعض الحالات الفرديه اللي زي ديت في التعميم على كل. ولكن احنا عندنا تقارير من حتى من المجلس القومي لحقوق الانسان اللي هو يعتبر حكومي، بحالات عشرات الحالات، حوالي 240 حاله اختفاء قسري تم ظهورهم داخل مقرات الامن. عندنا حالات كتير جدا موثقه ظهرت بعد كده داخل نيابه امن الدوله وفي المحاكم، فما فيش تعميم. ولكن رجاء للاهالي اللي بيجي لهم معلومات عن ابنائهم ان هم انضموا لاحد التنظيمات، ان هم بلاش كذب وبلاش متاجره بهذه القضيه، لان ده مش هينفع، ده بيضر عشرات غيرهم من المظلومين فعليا. احنا بنشكرك، كنت معنا من بيروت الصحفي احمد عبدين. ومره اخرى كل مصري فينا بيحلم باليوم اللي هينتهي فيه الارهاب، هتخلو فيه سيناء من الارهاب، مش هيحصل في مصر تاني اي هجمات ارهابيه. وبجانب العمليه الشامله اللي بتدور حاليا في سيناء بقالها حوالي سنه، بنتمنى ان المسؤولين فعلا يستمعوا للخبراء اللي احنا دائما بنستضيفهم، والخبراء اللي موجودين اللي هم بالتاكيد يقدروا ان هم ينجدوهم لنصايحهم، عشان ويستمعوا لاهالي سيناء طبعا، والمعاناه اهالي سيناء اللي ما عندهمش ميه وما عندهمش كهرباء وما عندهمش اكل، والمعاناه اللي هم ليل ونهار بينادوا بيها. نحاول كلنا نستمع ايه الاسباب، يعني بجانب العمليه الشامله ايه الاسباب فعلا، ايه الاسباب اللي بتخلي حد زي كده. ادينا بنشوف اهو ضباط شباب صغير خريج 2012 ونلاقيه طالع بيخاطب وعامل خطاب طويل جدا بيدعو لانضمام ناس للجماعات الارهابيه. ايه السبب؟ ايه السبب؟ لو السبب هو الظلم، لو السبب هو الفقر، لو السبب فعلا في خطاب ديني متطرف، لو ايا كان السبب، خلينا نقعد وندرس الاسباب دي. يبقى في عمليه شامله وفي معالجه للاسباب من اصلها، ما طلعش جيل شباب صغير زي كده بيروح يرمي نفسه في حضن الارهاب ويفجر زمايله ويموت زمايله. يعني نفكر ايه الاسباب، عشان لو كنا فعلا احنا فعلا عايزين في يوم من الايام نقضي على الارهاب في مصر، يبقى نقضي عليه من جذوره. نتكلم مع بعض ونقعد نسمع لبعض، مسؤولين الناس اللي بتاخد القرارات دي، قرارات اللي كل يوم ممكن تغير حياتنا فعلا، نسمع بعض ونشوف استشارة بعض شكلها ايه. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، خليكم معانا. اهلا بكم من جديد. امبارح اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أصدرت بيان ضد أحكام الإعدام بالقضية المعروفة باسم خلية الجيزة. رئيسة اللجنة المفوضية سوياتا ميغا وجهت خطاب إلى الرئيس السيسي بالطلب بتعليق تنفيذ الإعدامات. ده حصل بعد أيام من قرار مجلس الوزراء المصري تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اللي شملت مهامها رسميا الرد على الادعاءات ضد الملف المصري، وأيضا التأكد من تلبية مصر لكافة التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. مزيد من التفاصيل في تقرير التالي. لجنة جديدة لحماية حقوق الإنسان في ظل تزايد الانتقادات لملف مصر الحقوقي. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث تتولى إدارة آلية الرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن هذا الملف، كما تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وعلى رأس القضايا التي قد تكون هذه اللجنة ملزمة بالتعامل معها هي قضية أحكام الإعدامات، ويتزامن ذلك مع مطالبة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الحكومة المصرية بوقف الإعدامات بالقضية المعروفة باسم خلية الجيزة والمحكوم فيها بالإعدام على 11 شخصا. وقد تأتي قضية اعتقال المدون وائل عباس أيضا من ضمن القضايا التي تضطر اللجنة توضيحها، خاصة وأن منظمات حقوقية دولية تبنت قضيته، آخرها نادي القلم الدولي الذي أطلق حملة دولية في مناسبة عيد ميلاد عباس الذي تم القبض عليه يوم 23 من مايو الماضي. ويعد نادي القلم الدولي هو أقدم منظمة عالمية مهتمة بالأدب. قضايا أخرى حقوقية شغلت الرأي العام الدولي، خاصة بما هو متعلق بالإخفاءات القسرية، وأحدثها حالة المحامية هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، التي تتم 16 يوما على اختفائها بعد القبض عليها من داخل منزلها حسب شهادة أسرتها. فهل تكون اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عاملا في تقليل هذه الحالات وتحسين أداء النظام المصري الحقوقي، أم تكون فقط لتجميل الصورة خارجيا؟
ينضم إلينا من الدوحة المحامية داليا لطفي، عضو الائتلاف الأوروبي للحقوق والحريات، وينضم إلينا عبر خدمة سكايب الأستاذ محمود إبراهيم المحامي والمحلل السياسي. أهلا بكم معايا، شرفتوني. وأبدأ معاك يا أستاذة داليا، وحضرتك ممثلة المحكومة عليهم بقضية خلية الجيزة، وقدمت الشكوى اللي أدت لبيان اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ممكن تحكي لنا إيه اللي حصل بالضبط، وأيضا تحكي لنا إيه أهمية اللجنة يا فندم؟ طيب، هو بداية بس أهلا بحضرتك، وتصحيح، أنا عضو بمنظمة internationallawyers.org مقرها جنيف. ثانيا، الشكاوي الخاصة بضحايا المحكوم عليهم بالإعدام بدأنا نتقدم بها من عام 2014 تقريبا، فهذه ليست الشكوى الأولى التي يتم التقدم بها أمام اللجنة الأفريقية لطلب اللجنة بالتدخل وتراسل يعني مراسلة الحكومة المصرية بخصوص إلغاء أحكام الإعدامات التي جاءت بعد محاكمات جائرة افتقدت للمعايير الأدنى للعدالة، وتخرق التزامات مصر الدولية اللي هي من أهمها إعطاء المتهمين حقهم في المحاكمة العادلة. فهذه ليست الشكوى الأولى ولا التوصية الأولى من اللجنة الأفريقية. اللجنة الأفريقية هي هيئة شبه قضائية مماثلة لمجلس حقوق الإنسان، مع الفارق أن هي إقليمية، يعني بمعنى أن هي دورها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الأفريقية. فتقوم المنظمات الحقوقية أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بمراسلتها بالانتهاكات التي تقع فيها أو تقوم بها الدول الطرف للميثاق الأفريقي، وبدورها اللجنة الأفريقية تراسل الحكومات ومنها الحكومة المصرية لتطلب منها استيضاح الأمور، يعني تسألها عن الانتهاكات التي حدثت والتي تناولتها الشكوى وتصدر توصية. طب أستاذة داليا، احكي لنا على الشكوى، وحضرتك ممثلة المحكومة عليهم بالإعدام، وأعتقد أن اللجنة أصدرت البيان بحق أربعة منهم، وحضرتك المفروض أن أنت ممثلة عليهم، حضرتك المحامية بتاعتهم، فممكن تحكي لنا عن تفاصيل هذه الشكوى يا فندم؟ نعم. هذه القضية بالذات هي مثال صارخ لانتهاك المعايير الأدنى للمحاكمة العادلة. أولا، تم اختفاء هؤلاء الأشخاص أو اختطافهم من قبل قوات الأمن الوطني، وتم إخفائهم واحتجازهم سريا، وتعرضهم لتعذيب بدني شديد جدا، شمل هذا التعذيب التعليق لساعات في السقف، الصعق بالكهرباء، الضرب بالعصا الخشبية، وأيضا يعني أشياء معدنية. سبب هذا النوع من التعذيب لجروح غائرة لأحد المتهمين اللي تم الحكم عليه بالإعدام، وسبب كسور شديدة جدا للمتهم الآخر. فبدل من النيابة، أنها لما رأت أثار التعذيب اللي موجودة أو ظاهرة على وجوه الضحايا وعلى جسدهم، بدل ما تحولهم إلى الطب الشرعي وبدل ما تتوقف عن استكمال التحقيق معهم، يعني تواطأت بأنها استكملت التحقيق بشكل عادي جدا، وتباطأت وماطلت في تحويلهم إلى الطب الشرعي حتى زالت بعض آثار التعذيب من أجسامهم، إلا أنها لم تزل كلها، يعني بعض الآثار كانت لازالت موجودة. وفي تقارير تثبت أن أحد المتهمين فقد تقريبا 80% من حركة إيده، يعني حصلت له عاهة مستديمة.
فده كان أحد الانتهاكات التي حصلت في هذه القضية. الانتهاك الآخر أنه القضية كلها مبنية على تحريات ضابط الأمن الوطني، والتحريات كلها تحريات متناقضة مع شهادات شهود الإثبات، ومتناقضة مع الأدلة المادية والفنية في القضية. طبعا هؤلاء المتهمين أثناء فترة احتجازهم السري تم استجوابهم بدور حضور محامي معهم، وقيل لهم أن هذا ليس استجواب لكن هذه مناقشة عن مواقفهم السياسية وعن مواقفهم من 3 يوليو وعن انتماءاتهم. وبعد ذلك لما ظهروا أمام النيابة أيضا في أول جلسة لم يتم حضور محامي معهم أو ندب محامي لهم. كل هذه تعتبر مخالفات شديدة جدا من شأنها إبطال الإجراءات ضد هؤلاء المتهمين. وإذا تم تنفيذ حكم الإعدام ضد هؤلاء الأربعة على الأقل الذين نمثلهم وحصلنا على معلومات منهم، سيكون حرمان تعسفي يعني من الحياة، وهو انتهاك خطير يستدعي انتباه المجتمع الدولي واللجنة الأفريقية. طب ابقوا معي أستاذة داليا، وعودة مرة أخرى أستاذ محمود. وأوقات كتيرة جدا كان دائما ما بتشكك الجهات الرسمية في الدولة، دائما ما بتشكك في التقارير اللي صادرة من منظمات دولية ومن منظمات أمريكية. المرة دي الجهة اللي صادرة البيان هي جهة أفريقية، هل نظرية المؤامرة برضو حاضرة المرة دي؟ يعني ده كلام مدرسة حضرتك بيأكد نظرية المؤامرة. يعني أنا شايف إنها مادة الحقوق وبتتكلم عن الأدلة والإثباتات والتحريات، وهذه مسألة في الموضوع وليست في الحقوق. فيعني الضيفة الفاضلة بتقول قضية بنيت على تحريات الأمن الوطني، حضرتك مالك؟ يعني مثلا أنتم في قضاء، حضرتك بتقولي في تعذيب. آه طبعا نحن نرفض أن يكون في أي تعذيب لأي بني آدم، ولكن معروف انه دي تكتيكات الدفاع. يعني انت بتقول له عور نفسك لو في جرح مش عارف ايه بتاع قدره وبتاع. يعني احنا والمتهمين من حقهم طبعا نحن نرفض التعذيب، ولكن هم من حقهم بهذا الدفع امام النيابه، فان لم تاخذ به فامام المحكمه، ومن حق المحامين بتوعهم انهم يتمسكوا بهذا الدفع وبانه هناك اعترافات تحت التعذيب ان كانت حدثت يعني. ولكن لا يبدو انه المساله كلها، والحقيقه يعني كان زمان الرئيس مبارك عارف القصه دي، فيقول لك يعني في فيديو مشهور قوي للرئيس مبارك اتمنى ان انتم تدعوه، يعني بيقول لك كل شويه يجيبوا محامين ويقعدوا يطلبوا في القضيه، فانا بحيل كله للمحاكمه العسكريه. فيعني ده عيب القضاء المدني صراحه، يعني المحاكم العسكريه بتخلص بقى القصص دي، لا في دلع ولا في نقعد نقول روحه ولا جوه ولا الضابط بصيري ولا بتاع، حجزوا السجن كده بتاع وياخدوا محاكمات ونتكل على الله. في يعني العيب المحامين دي ما نقعدش بقى ايه ونهد النقد ونهد مش عارف ايه. فيعني اعتقد ان المسائل دي، المساله الاخرى انه مصر يعني برضو يا محمود يعني خلينا نتذكر زي ما في فيديو مشهور جدا لحسني مبارك، في فيديو مشهور برضو نشر وائل عباس ايام حسني مبارك لتعذيب مواطن داخل القسم، يعني وائل عباس اللي يعني شوفي حضرتك بتتكلمي عن ايه، بتتكلمي عن انه دي حاله طبعا محدش هينكرها، ولكن ما كانتش بتجبره على الاعتراف بشيء تجاوز من احد الضباط ليس له علاقه لا بالنيابه ولا بالمحكمه. يعني انا بفترض دلوقتي الاستاذه والتقارير وكذا يفترض ان الشرطه بكل اجنحتها يعني ما بين السجن وامن الوطني وهو كله متواطئ، طيب ماشي ده جهاز الشرطه. النيابه بما فيها يعني الوكيل النائب الذي يحقق ورئيسه الذي يتابع ويباشر التحقيقات، فيعني دول برضه متواطئين مع الضباط. هفترض كل دول ماشي كلهم ناس يعني متواطئين. طيب المحكمه كمان هل المحكمه كمان متواطئه؟ يعني ما الى 3 قضاء ويعني اجلاء بيبقى ليهم في الجنايات ده بيبقى قاعد يعني بيبقى ضميره فوق كل شيء لانه ما عندوش حاجه عايزها، يعني مش عايز حاجه بالدنيا يعني، فيبقى عنده 60 ولا 70 سنه يعني. فهل طب احنا هنرجع مره اخرى يا محمود للمحكمه وللقضاء، بس خلينا يتنضم الينا عبر الهاتف جهاد خالد نجله المحاميه هدى عبد المنعم. اهلا بيكي معايا جهاد، وفي البدايه هل عندك اي معلومات حاليا عن مكان استاذه هدى؟ اهلا بحضرتك. لا الحقيقه احنا النهارده اخر اليوم ال 16 وما عندناش اي معلومه لاي مكان هي ممكن تكون موجوده فيه. وايه الاجراءات اللي عملتوها حتى الان يا جهاد؟ احنا قدمنا بلاغات لوزاره الداخليه ولمكتب النائب العام ولمجلس الوزراء، المفروض المجلس القومي لحقوق الانسان برضو قدم بلاغ لمجلس الوزراء ومفيش اي ردود من اي حته. متواجدين محامين متواجدين بشكل يومي في كل
الأقسام المحيطة وفي النيابة، ومحدش كله بينكر وجودها، مفيش أي رد من أي حتة، كلهم بينكروا وجودها. طيب أستاذة هدى كانت أصلا عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، هل المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي حاول يساعدكم بأي شكل من الأشكال؟ يعني كان لمدة الأسبوعين اللي فاتوا أو الأسبوعين، لأ الحقيقة، بس هو من يومين كلموني وقالوا إن هم قدموا بلاغ لوزارة الداخلية وما استجابتش، فقدموا بلاغ لمجلس الوزراء. طيب ممكن تحكي لنا عن الحالة الصحية لوالدتك يا جهاد، وهل وهم بيقبضوا عليها سمحوا لها إن هي تاخد أدويتها معاها ولا لأ؟ لأ، هم بيقبضوا عليها ما سمحوا لهاش إن هي تاخد أدويتها، هي عندها جلطة في رجلها، يعني بقى لها كذا سنة بتتعالج منها، والحالة يعني من سيء لأسوأ. هي عندها برضو يعني عندها مشاكل في الضغط، ضغطها عالي، واغلب الوقت لما بيحصل لها مشكله في الضغط بتحتاج على طول تتعرض لتهويه وتشرب ميه وسوائل. مشكله الجلطه ان هي ممكن لا قدر الله تتنقل، انا والدتي عندها تاريخ جلطات في العيله، ف ممكن لا قدر الله تتنقل اي مكان في جسمها، وده احنا مش عارفين اثره الحقيقه، لان والدها كان سبب وفاته جلطه برضو يعني. ف احنا يعني كل السيناريوهات المرعبة موجودة عندنا الحقيقة، وفكرة ان احنا نطمن كده وخلاص من غير ما يكون في اي حاجة تطمننا، دي حاجة مش هتحصل يعني. احنا بنشكرك جهاد خالد نجلة المحامية هدى عبد المنعم، شكرا ليك يا جهاد. عودة مرة اخرى استاذة داليا، وخليني اسألك، يعني زي ما انت ما سمعتي استاذ محمود بيقول ان القضاء مستقل، وان يعني لو المتهم فعلا تعرض لاي نوع من انواع التعذيب من الشرطة بيلجأ للنيابة، لو النيابة ما خدتش موقف، ما خدتش خطوة المفروض ان هي تحقق في هذا الاجراء، بيروح للمحاكمة، وان في النهاية ده قضاء، دول يعني قضاء هيحكم يقوموا بإيه غير بالعدل؟ إيه رأيك؟ طيب هو في البداية أنا لما اتكلمت على تحريات الأمن الوطني أنا قلت إنها القضية كلها مبنية عليها فقط دون أن يعضدها أي دليل، وكلها متضاربة، يعني التحريات اللي على أساسها صدر حكم الإعدام، اللي على أساسها في 11 شخص سيحرموا من حقهم المقدس في الحياة. نحن لا نتكلم عن غرامة هيدفعوها، احنا بنتكلم على اشخاص هيدفعوا حياتهم ثمن لجرائم لم يرتكبوها. ما فيش جريمة اصلا في هذه القضية، الجريمة هنا هي نية الاستهداف، نية استهداف ضباط شرطة والجيش في التظاهرات. لم يقدم أي دليل على هذه النية. التحريات أصلا المحررة من الأمن الوطني تم تحريرها بعد إلقاء القبض عليهم، يعني هم ألقي القبض عليهم 4 مارس، تاريخ التحريات 9 مارس، يعني هم اعتقلوا قبل تحريات اللي قام بها ضابط الأمن الوطني. ضابط الأمن الوطني لم يقدم أدلة على صحة هذه التحريات، والأستاذ محمود كمحامي عارف أن هي لوحدها ليست قرينة أو دليل، التحريات بمفردها ليست دليل. الأشخاص الذين تم تعذيبهم بالفعل لجأوا للنيابة من أجل أنها تحقق في، مش هقول حتى ادعاءات، لا دي فاكتس، يعني في تقارير طب شرعي تؤيدها، في تقارير طب شرعي بالفعل قالت ان في اصابات في كسور، وان الاصابات والكسور دي يعني كونسيستنت مع طريقه التعذيب اللي هم ادعوها، ومع ذلك اخفقت النيابه ان هي تفتح تحقيق. اين اخفق القاضي؟ أين أخفقت المحكمة؟ أخفقت المحكمة إنها اعتمدت على تحريات متضاربة، أخفقت المحكمة إنها اعتمدت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب. أستاذة داليا ابقي معي، أستاذة داليا ابقي معي، أستاذ محمود الدولية. اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان هيكون اختصاصها بجانب الرد على الادعاءات، هيكون اختصاصها إنها تتأكد من التزام مصر بحقوق الإنسان، مش شايف إن ده على الأقل يدل على الأقل إن في أمور ناقصة فعلا في ملف حقوق الإنسان في مصر مجلس الوزراء بيحاول يصلحها؟ لا، انا ليا تفسير مختلف، هي تفسير سياسي بعيدا عن هذا التفسير. انا اعتقد
المسألة مرتبطة بدخول مصر مجموعة من الاستحقاقات من ضمنها تعديل الدستور، فهتبقى اللجنة دي نواة للدفاع المجلس هذا مسألة مش كده بس. أنا معجب الحقيقة بضيفة حضرتك من الدوحة، الحقيقة هي محامية يعني عظيمة وجيدة وبتكلمها يعني في المحاماة وفي الدفاع، ودي مسألة مهمة برضه لأنه مسألة الدفاع عن المتهمين يعني جديرة بإن إحنا نلاحظها. إحنا ما بنتكلمش عن الحقوق بقى، بنتكلم عن تحريات المباحث وتحريات في القتل على فكرة، دي جريمة مش إنهم يعني معنى طيب احنا للأسف بنفقد الاتصال بأستاذ محمود. تعليق يا داليا على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سريعا. والله احنا نامل ان يكون في تعاون يعني من الحكومه المصريه، لان احنا دورنا كمنظمات حقوقيه ان احنا نرصد الانتهاكات وان احنا نلفت نظر الحكومه المصريه اليها وان احنا نلفت نظر الاليات الاقليميه والدوليه كي نتعاون لانهاء هذه الانتهاكات. هو ده دورنا كمدافعين عن حقوق الانسان، دورنا ليس خصوم، نحن لسنا خصوم مع الدوله، بالعكس احنا بنتعاون مع الدوله لانهاء هذه الانتهاكات ول يعني لتفعيل اصلاحات في الحقوق والحريات في مصر. فإذا كانت هناك لجنة نستطيع ان احنا نتعاون معاها ان احنا نراسلها بهذه الانتهاكات فهذا شيء جيد، ونأمل ان تكون اللجنة فعالة وبعيدة عن اي ضغوط، تكون لجنة مستقلة بعيدة عن اي ضغوط من السلطة التنفيذية او من مرتكبي الانتهاكات او من يعطون اوامر بنشكرك. شكرا احداث ليكي. هذه الانتهاكات. شكرا لك يا استاذه داليا لطفي محاميه حقوقيه كنت معنا من الدوحه، وبنشكر استاذ محمود ابراهيم المحامي والمحلل السياسي. شكرا لكم ضيوفنا وشكرا لمتابعتكم انتم كمان، ولادكم سعيده بكره احلى باذن الله يا رب.